محمد فوزي السيد قارة الأبعدية محافظة البحيرة دمنهور. طبعا الحصر ديت هو وراثة أبا عن جد. طبعا مصر كلها زمان كانت بتفرش الحصير يعني زي ما هو متعارف الناس كلها عارفة يعني، كانت في الجوامع وكان في البيوت وكده. حضرتك بقالك قد إيه تشتغل شغلة الحصير؟ وراثة يعني أنا عندي أكتر من 50 سنة، فأنا نصحى نشتغل جنب أبويا وأنا صغير. كلمنا بقى بتكون ازاي الحصير، او عايز يعني الحصير بيتكون يعني لو في لوحه فنيه او كده بتكون ازاي؟ اول حاجه هي اللوحه اي حاجه في الدنيا لها مجاسات معينه او بتعمل لها مجايسه. المجايسه دي بيدخل من ده مجاسات، هي حجم كام في كام وايه اللي هيتعمل فيها بالتحديد، ده من هنا. فهو عاده المتعارف عليه عندي حاجات اساسيه اللي هي بيبقى السده بتاعي، بيبقى قطن والمد الخام السمر والصوف. انا بشتغل بالصوف، او عايز نحط فيها جلد نحط، عايز نحط فيها نحاس نحط، حسب الحاجه المطلوبه يعني. متعرف ان الحصر او الحصير اليدوي ده من ايام القدماء المصريين. فكلمنا اكتر عن الموضوع ده. لا هو 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 مصر، انا بقول لحضرتك مصر كلها زمان كانت بتفرش حصر، بيوت مساجد، ده من ايام القدماء. الموضوع متوارث جيل ورا جيل ورا جيل لحد ما وصلنا لحد الثمانينات كده، دخلت علينا حاجه اسمها حصيره بلاستيك جايه من بره مستورده. هي اللي عملت لنا ضربت لنا الحصير كحصير في مكتب، لان الناس بتمشي ورا اي حاجه فيها بهرجه وحاجات من دي يعني. طبعا الحصيره اللي هي العموله او الحصيره السمر دي ما عليهاش الرسومات بتاعت البلاستيك، فانت انت انت العين بتيجي ورا الحاجه اللي بتاخدها. العين خدتني ودتني فين؟ ودتني هنا. فهنا ديت الرسومات غير الرسومات، حاجه غير متعارف عليها. في الاخر ندموا على الموضوع ده يعني. اهم الصعوبات اللي بتواجه المهنه بقى، وحضرتك يعني عرفنا ان حضرتك بتواجه فكره انتصار المهنه، اهم الصعوبات اللي بتواجه حضرتك. اهم الصعوبات اول حاجه السمر، الماده الخام طبيعي اللي هو بيبقى على النيل، لان وزاره الري الحمد لله رب العالمين ربنا مشكورين يعني بيطهروا الترع اول باول، فبيضطروا انهم يشيلوا جذور السمر نفسها برموها بره. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا مثلا الصنعه فعليا ميته، اللي بيحصل ده ايه حاجات كده يعني على استحياء، في كم واحد بيشتغلوا حصر على مستوى مصر كلها. اهم المعارض اللي